In the jungle, you must wait until the dice read 5 or 8. نجرب احنا بقى. 5 أو 6، انت كده اتزنقت في الحتة. اهرب يا ابني بسرعة واصرف الروشتة. حاول وانت بترمي ما تجيبش 2 أو 3، عشان ساعتها هيجيلك وينفخك عم شحاتة. عم شحاتة؟ ازيكم يا جماعه؟ النهارده في سيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله رياكشن او التريلر اللي هنعمله رياكشن هو جومانجي ذا نيكست ليفل، جومانجي الجزء الثاني. التريلر نزل من كام يوم، بس انا طبعا ما لحقتش اتفرج على التريلر، لان زي ما انتم عارفين انا الفتره اللي فاتت دي كلها كنت مسحوم في حوار بتاع الاوسكار. انا خلصت الفيديو طبعا من زمان. المونتاج بقى بتاع الفيديو، الايديتنج بتاع الفيديو هو اللي اخد مني وقت طويل بطريقه مش طبيعيه. تقريبا الايديتنج بتاع الفيديو اخد مني بتاع اولموست اسبوع، ولسه مخلصه النهارده. يعني انا بادئ فيه من الاثنين اللي فات ولسه مخلصه النهارده، اللي هو برده النهارده الاثنين، يعني بقى له اسبوع بالظبط. فبصراحه الفيديو طويل جدا واخد مني وقت طويل جدا، وانا تعبت فيه جدا. فاتمنى ان هو بصراحه يعجبكم. هو الفيديو عامه هيبقى اولموست ساعه ونص بتاع الاوسكار، وكان اطول من كده لما جيت صورته، بس طبعا مع المونتاج بقى وكده فشلت منه حاجات كانش ليها اي لازمه، فهو اتصفصف تقريبا على ساعه وثلث، ساعه ونص كده يعني. فبصراحه اتمنى ان يعجبكم يعني، وترفعوا راسي بقى، لايكات بقى وشير وسبسكرايب وكده، علشان الواحد فعلا بجد تعب وعمل مجهود جامد يعني في الفيديو بتاع الاوسكار يعني. بس نزل من كام يوم التريلر بتاع جومانجي الجزء الثاني، وطبعا ما شفتش التريلر ولا مره، هتفرج عليه دلوقتي معاكم لاول مره. يلا بينا. In the game. All in the wonderful game. Grandpa Eddie? Anthony? This is Martha and Bethany. This is Spencer's grandfather. Nice to meet you. Morning. Sorry to barge in on you. I think he went back in. We gotta go get him. Are you out of your mind? We haven't even picked our guys yet. Huh? What? Who are you? Oh my God. You're Spencer's grandfather. Are we in Florida? And you? Milo Walker. Bethany? No, no, no! Rich? I'm the old fat dude. This can't be happening! Welcome to Jumanji. Next adventure is even more challenging. And remember, the future of Jumanji is in your hands. I have one important question. Who is Jumanji? Let me know. You've got to have eyes in the back of your head! What in the sand? You having a heart attack? Breathe! Breathe! His whole left side is shutting down. Eddie! All in the wonderful... Okay, يا جماعة. صراحة جومانجي الأولاني ما عجبنيش قوي، لأن بأمانة يعني المقارنة اللي كانت ما بين جومانجي الأولاني وجومانجي بتاع روبن ويليامز، المقارنة كانت كبيرة بالنسبة لي. فصراحة أنا يعني أنا حطيت الاثنين جنب بعض وقارنت الاثنين ببعض، فطبعا بالنسبة لي الجومانجي بتاع روبن ويليامز طبعا يعني ما فيش حد هيعرف يعلي على جومانجي بتاع روبن ويليامز بصراحة. يعني جومانجي اللي فات بتاع دروك اللي هو الجزء الاولاني يعني بتاع الجزء ده ما عجبنيش قوي، بس الفكره اللي هنا في الجزء الثاني، واتمنى ان بصراحه تطلع حلوه الفكره، ان دروك وكيفن هارت مش الشخصيات اللي جوه اللعبه ذات نفسها، مش هي نفس الشخصيات بتاعت الجزء الاولاني.
الجزء الاولاني لما دروك قلب اللي هو الولد اللي كان موجود في الجزء الاولاني. بس هنا دروك لما جه تحول في اللعبه تحول لداني ديفيتو، فده ممكن يطلع منه كوميديا بالتلازينه. والاسخم منها ان كيفن هارت اتحول، يعني هو اساسا داني جلوفر، ويعني هنتفرج على كوميديا داني ديفيتو وداني جلوفر في الكاركترز بتوع دروك وكيفن هارت، فده اللي هو هيبقى صباح الضحك. اتمنى ان هم يعرفوا يظبطوها صح صراحه، اتمنى ان هم يعرفوا يظبطوا الكاركترز دول بطريقه كويسه. اتمنى ان دروك وكيفن هارت يعرفوا يقلدوا الامبريشنز بتاعت داني ديفيتو وداني جلوفر، والله لو عرفوا يظبطوا الاداء بتاعهم هنشوف كوميديا بالتلازينة. يعني لان انا الجزء الاولاني صراحه ما عجبنيش كيفن هارت خالص، يعني انا كنت متوقع بقى كوميديا ملهاش حل في الجزء الاولاني، يعني كيفن هارت وكده ما عجبنيش بتاتا. كيفن هارت انا بصراحه كيفن هارت في الجزء الاولاني كان دمه تقيل قوي على قلبي، يعني ما عجبنيش قوي. انا بصراحه اللي كان شايل الفيلم في الجزء الاولاني هو بكل تاكيد جاك بلاك في الجزء الاولاني. بصراحه انا شايف من وجهه نظري لو كان جاك بلاك ما كانش موجود في الفيلم كان هيفشل، يعني هيفشل كوميديا، مش هيفشل شباك تذاكر، هيفشل كفيلم، يعني مش ايرادات. هو طبعا ايرادات جاب فلوس طبعا كتيره جدا، هو تقريبا عدى جاب مليار، يعني هو تقريبا الجزء الاولاني جاب المليار على ما اعتقد، يعني هو جاب المليار عدى المليار. الجزء الثاني ما اعتقدش ان هو هيجيب نفس الرقم، بس هيجيب، يعني ممكن يجيب مثلا بتاع 600 مليون 700 مليون، مش عارف اذا كان ممكن يجيب المليار في الجزء ده كمان ولا لا. يعني البطوله طبعا دوين جونسون اللي هو ذا روك وكارين جيلن وكيفن هارت وجاك بلاك، وهنحط بقى على الجزء ده اضافي يعني داني ديفيتو وداني جلوفر. مخرج الفيلم هو جاك كازدن، هو نفس مخرج الجزء الاولاني بتاع جومانجي. موعد عرض الفيلم هو 13 ديسمبر 2019 هينزل السنه دي. نسبة ترقبي ليه هي 7.5 من 10. نسبة ترقبي يعني عالت عن الجزء الاولاني علشان حاجة واحدة، عشان عايز اشوف الكوميديا اللي هتبقى بين داني جلوفر وداني ديفيتو اللي هم هيبقوا الكاركترز بتاعتهم ذا روك اللي هو دوين جونسون وكيفن هارت. اتمنى ان هم يعملوا حاجة حلوة يعني من الكاركترز دول، اتمنى يكون في كيمياء ما بينهم وهم بيقلدوا داني ديفيتو وداني جلوفر. هيبقى على فكرة هيبقى كوميديا بالتلازينة لو فعلا عرفوا يظبطوا الموضوع ده صح. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. يا ريت تعرفوني تحت في الكومنتات ايه رايكم في الجزء الثاني بتاع جومانجي من التريلر، هل عجبكم ولا لا، ومنتظرين ايه من الفيلم، يا ريت تعرفوني تحت في الكومنتس. بس ما عنديش اي حاجه تانية للتريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. Welcome to Jumanji.